بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم غنبدا معكم واحد الفيديو ديال واحد البيتزا. المهم بيتزا كلشي كيعرف ليها. المهم انا غندير هذه سهلة. هدي هنا واحد الكاس ديال الفينو، رقدتو في الماء، كاس ديال الفينو رقدتو في الماء سخون سخون مزيان باش هاد الفينو يطلق يرطب مزيان. عندي هنا واحد معلقة صغيرة ديال الزعتر، عندي هنا الخميرة الفورية ديال العجين، عندي هنا 3 معالق ديال الزيت العود كبار، وعندي هنا طحين غنبقى نعمر وغتشوفو. المهم ها هو الفينو طلق. غادي ندير دابا المكونات. هذا الخميرة، ندير الزعتر، الزيت، دابا غادي نجمع الطحين، ها هو كاس، والله درت كاس واحد. هذا رقدتو شي ساعة، كتجي العجينة زوينة، متعجنيهاش كاع بزاف. دابا غادي نعمر الكاس التاني. الكاس الثاني جوج كيسان اللي هزات لينا العجينة هي هادي. العجينة ديالنا بعد ما دلكتها ها هي، غنغطيها هنايا حتى تخمر ونطلقها. العجينة ديالنا ها هي خمرات مزيان، هي ها هي لاصوص ديالنا ها هي. غادي ندير فيها 1 معلقة ديال الزيت العود، ها هي بنينة لذيذة جدا. غتكال غير بالخبز هادي. غادي عندي هنا لاصوص، بسم الله.
لاصوص درت فيها مطيشة ديال الخضارية، درت فيها واحد الفص ديال التومة وزيت العود وشحرتها. ملي قربت نطفي عليها ضفت لها شوية ديال قزبور ومعدنوس، هاهم راه باينين فيها صافي. وفي الاخر بغيت نديرها هنا، درت فيها شوية ديال زيت العود عاوتاني، هي هذه. كتجي لذيذة بزاف، اي حاجة كتستعمل بها هاد لاصوص، اي حاجة كراطانات ولا اي حاجة، اي حاجة كفتة ديال الحوت كلشي. غادي دابا نديرو كيما قلت لكم ديك الخطرة، نديرو الفرماج، فرماج الحمار محكوك هو هذا، ندير منه واحد الكمية. ها هو وغادي ندير شوية ديال الحوت فوق الفرماج باش ما يتحرقش ليا ملي ندير البيتزا طيب. ها هو الحوت، البصلة مشحرة في الزيت والفلفلة، ماما بيتزا ديال الدراوش شوي شوي شوي، حيت الأغلبية دابا ديال الدراري ما كيبغيوش الخضرة. البيتزا ديالنا بعد ما طابت ها هي كتشهي، ما شهيتكم فيها؟ كنتمنى تصوبوها، راه سهلة وفي متناول. ها هي راهي سميتو ديالها قوقة، راهي شاهية طيبة والفيديو قادم إن شاء الله. كنحاول نختصر في الفيديو باش ما يجيش طويل، وشكرا شكرا للمتابعة.